امبارح اصدر الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا حزمه من القرارات المتعلقه بمواجهات التصفيات المؤهله لنهائيات كاس العالم 2022، من بينها مباراه مصر والسنغال في المرحله النهائيه للتصفيات الافريقيه المؤهله للمونديال. زي ما تابعنا طبعا هذه المباراه كان فيها للاسف يعني بعض التصرفات من الجمهور السنغالي ما كانتش الطف حاجه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذ طلال عبد اللطيف خبير اللوائح الرياضيه. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، شرف ليا. اهلا بيك يا فندم. يعني خليني اعرف من حضرتك كده في البدايه، تابعت ازاي قرارات الاتحاد الدولي لكره القدم بشان مباراه مصر والسنغال؟ لا انا شخصيا كنت متوقعها، وعلنت قبل كده من شهر في مداخله مع الاستاذ اسلام صادق قلت الكلام ده، لان يتم اعاده المباراه وده كان بالنسبه لنا احنا كان متوقع ان الشروط عشان تعمل عدم اعتماد النتيجه واعاده المباراه غير متوفره في الحاله بتاعتنا دي خالص. فقط انا ما اعتمدش النتيجه والغي المباراه، يبقى لازم في حاجات لازم تتم. ايه هي؟ هل النهارده المباراه لم تستكمل؟ استكمل. هل الحكم هو بيعمل المباراه كتب في قانون انا لغيت المباراه بس اضطريت اكملها عشان صحه اللاعبين وسلامتهم؟ ما حصلش. هل في اصابه في الملعب لعناصر اللعب ايا كان لاعب او مدرب او حكم تم وسجلت؟ ما حصلش. عظيم. هل الاصابه دي هل في حصل ضغط قهري زي الصواعق او مطر او احاله دون استكمال المباراه؟ ما حصلش. اذا الشروط اللي هي عشان حاجه الجمهور نزل اثناء المباراه ما حصلش. كل ده ما تمش، يبقى عند عدم اعتماد النتيجه ازاي؟ تمام. يعني الموضوع عشان في ناس بتتكلم ان في تقصير من الاتحاد كده، الاتحاد مش مقصر، هي الفكره لا مقصر في حته واحده انا هقول لحضرتك عليها. اتفضل. بص حضرتك، فاكر من زمان كان في ماتش بتاع زيمبابوي هنا لما جت الطوبه في دماغ المدرب والمدرب ربط الشاشه واحنا للاسف كبرنا الصوره، اتعادت المباراه. اتعادت المباراه. انت عندك انا عندك حاجات كتير جدا كان ممكن تستفيد بيها، ما عرفتش. المسافه ما بين الفندق والملعب كانت كبيره جدا. كان لازم الاداري يبلغ عنها قبل المباراه. اثنين، الطريق كان زحمه جدا وانت رايح. ثلاثه، ان فتره التسخين اللي انت كنت هتسخن فيها الفرقه بتاعتك قلت، وده عدم تكافؤ. اربعه، الشناوي لما وقع ازاز الميه ما عرفناش نبرود اللقطه، هو ما عرفش يقع ويبرود اللقطه. الاصابه بتاع الليزر بتاعت البنالتات، لو واحد هو الليزر جاي في عينيه وقف اللعب واشتكى للحكم ساعتها كنا قدرنا نوصل الكلام ده كله، معرفه الكلام ده كله. بس اعتقد ان دي يعني تحديدا صوره الليزر على محمد صلاح وبشوط ضربه الجزاء مش محتاجه ان هي تتحط في تقرير، اعتقد العالم كله شافها. كان محمد صلاح يقف ولا وده الحكم يقول له مش عارف يشوط. ده كان في امكانيه ده. احنا ما عرفناش نبرود الحاله. كل ده بيعتبر سوء سلوك من الجمهور، وانا قلت ساعتها من شهر هي لن تتعدى اكثر من هيعاقب الملعب او يعاقب الجمهور او يعاقب وده اللي حصل دلوقتي. طيب يعني حضرتك يعني شايف انه الغرامه وإقامة مباراة بدون جمهور للسنغال كافية بسبب يعني الفشل في تنفيذ قواعد السلامة وإلقاء المقذوفات زي ما حضرتك كنت بتتكلم في الملعب واستخدام الألعاب النارية والليزر، وجود لافتات مسيئة والمضايقات اللي تعرضوا ليها وهم رايحين في الطريق للاستاد، يعني حضرتك شايف إن هذه العقوبات كافية؟ شوف حضرتك، كان المشترك عشان نعمل عدم اعتماد المباراة إن يبقى شرط شوط رد فعل جديد ثابت، ده ما حصلش. العقوبه دي عقوبه سلوك، ده يا دوب كافيه بالنسبه له. هو الغريب في القرار ان احنا خدنا عقوبه، هي دي هي غرامه بالنسبه للفريق المصري. طيب غريب. تفسيرك ايه؟ نعم، تفسير حضرتك ايه؟ هو بيقول لك ان احنا خدنا 6 انذارات واصبحنا فرقه ذات سوء سلوك جوه المباراه. انا عارف انت اشتكيتي فقلت لها طب تعالى ما انت كمان غلطان. كلام كده ده في الاستئناف او المحكمه الرياضيه العليا ممكن تفقد الغرامه بتاعتك، لكن عاد المباراه لا مش هتتم. يعني حتى لو رحنا المحكمه الرياضيه الدوليه مفيش قرار تاني غير القرار اللي صدر. لا هتلغي العقوبه اللي عليك اللي هي الغرامه 6000 يورو او 6000 فرنك. ده اللي تقدر تعمله غير كام سنه تعمل حاجه. ودرس بقى، درس يا فندم هنا، درس للاعداد، درس للاداريين. دور الاداري ده يبقى له تفعيل غير مهمش، يبقى له دور. الاداري يروح قبل الماتش ب4 5 ايام، مش يروح مع الجمهور مع الفريق ويشوف المطعم الفندق فين ويشوف الطريق شكله ايه ويشوف هقدر اوصل في الفتره دي ولا لا. كل ده شغل اداري، ده ما حصلش.
طب خلينا طيب كمان نروح مع حضرتك لعقوبات اخرى. كان في غرامه كمان تم فرضها على الاتحاد الجزائري لكره القدم بسبب غياب الامن والنظام عن مواجهه الكاميرون في التصفيات. ده كويس جدا بالنسبه للجزائر، عقوبه كده مساحه الجزائر. خلي بالك المخالفات اللي تمت في ملعب الجزائر على ملعب الجزائر، يعني جت على الجزائر على ملعب نمت للاسف. عندك غرامه تجي لك مش على ملعبك، هو هنا يعني الجزائر انصف، احنا لم ننصف. يعني 6000 فرنك سنه دول لا وجه لهم منها. وانا بقى بنصح جمال علام، يعني كفايه مش محتاجه محكمه رياضيه، محتاجه حاجه بس نعيد دراسه البيت من تاني ونقول الشكل الاداري بتاع ده بشكل. الجزائر واخده غرامه او المخالفه على ملعبك، انما انت خدت غرامه والمخالفه مش على ملعبك. طيب في مباراه نيجيريا وغانا برضو شفنا الجمهور اقتحم الملعب، وبرضو كانت بعد المباراه ولا قبل المباراه؟ بعد المباراة على طول. بعد المباراة يبقى برضه ما انا بقول لك اهو، قبل اثناء المباراة اعيد اعمل عدم اعتماد النتيجة. بعد المباراة ده بتنزل بقى بدور الغرامات على الملعب والغرام المالية. اما اثناء اللعب لا، نلغي المباراة. احيانا بيبقى الحكم موجود في الملعب والجمهور اقتحم والملعب شغال، بيكمل المباراة بس هيبقى في التقرير بتاعه ان هو اضطر لاستكمال المباراة حرصا على صحة اللاعبين. ولو ما كتبش في التقرير وده حصل ما تعادش المباراة؟ لا، لازم يكتب في التقرير. بص يا فندم، عندك الحكم في التقرير ومراقب المباراة. إذا الاثنين ما كتبوش بقى القصة الثانية بتتعمل في لجنة الانضباط تحقيق معاهم جوه الفيشة. طيب يعني يا أستاذ طلال عبد اللطيف بنشكر حضرتك جزيل الشكر، كنت معانا أستاذ طلال عبد اللطيف خبير اللوائح الرياضية، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.